السلام عليكم. مدرب السياقة بالغازي شعيب. الدخول إلى المرآب يعني الكراج تيكون من جهتين. في حالة إلى بغيت ندخل الجهة ديال اليمن كنشد أقصى اليسار، وإلى بغيت ندخل من جهة ديال اليسار كنشد أقصى اليمين. إلى بغيت ندخل الكراج ويكون الأول وجه مزيان خصني نتقل ونقسم الكراج إلى مرحلتين. المرحلة الأولى فيها جوج عمليتين، والمرحلة الثانية فيها عمليتين. دائما إلى بغيت ندخل كما قلت لكم الكراج خصني نشوف الأبعاد ديالو. الارتفاع غالبا تيكون مزيان، إذا خصني نشوف العرض والطول. العرض خصو يكون كافي والطول كذلك خصو يكون كافي، ولكن خصني دائما نشوف الوسط ديال الكراج، ما نشتتش البصر ديالي إلا في حالة إلا كان الكراج ضيق. الناس المتدربين تيعتمدوا على هاد الأعمدة، هاد العمود اللي فيه الرقم 3 والعمود الآخر اللي فيه الرقم 3، عقلوا عليه. المبتدئين تيعتمدوا على الحرف ديال الكراج، الباب ديال الكراج ولا القنت ديال الكراج. وقررت نزيد عليهم واحد الدرس آخر، هو الركن الطولي يعني ستاسيونومون اون باتاي. هاد ستاسيونومون اون باتاي تكون في الأسواق الممتازة وفي أمام الإدارات العمومية وكذلك في المطارات. إذا أي واحد يشوف لانديس اللي غادي يهمه. كما قلت لكم إلا بغيت ندخل الوسط، بغيت ندخل الكراج دائما كنشوف الوسط ديال الكراج. تنعتمد على الناس المتدربين تيعتمدوا على هذا العمود هذا، راه درت فيه هاد الارقام هادو غادي نشرحهم من بعد. والناس المبتدئين تيعتمدوا على الوسط ديال الكراج، اذا دائما كنشوف الوسط باش يكون الولوج داخل الكراج او ستاسيونمون اون باتاي يكون مزيان. اذا تبعوا معايا، غادي نشرح من المنظور الخارجي ومن المنظور الداخلي كيفية الدخول الى الكراج او ستاسيونمون اون باتاي. اذا تبعوا معايا. الدخول الى الكراج وستاسيونمون اون باتاي الجهة ديال اليسار، المنظور الخارجي كما قلت لكم مرحلتين وعمليتين، مرحلة الدخول ومرحلة الخروج. مرحلة الدخول فيها عمليتين ومرحلة الخروج فيها عمليتين. شوفوا الطريقة كيفاش غادي يزيد. كما قلت لكم السير البطيء المميل في حالة الى السيارة محكمش دير بوز وعاود الإقلاع من جديد. هنا غادي يوقف حدا العمود، هادي هنا تتبدأ العملية الأولى. كيدور كل شيء الجهة ديال اليسار، وغادي يشوف كما قلت لكم المتدرب تيشوف العمود والمبتدئ كيشوف الوسط ديال الكراج. يلا دخل تيتقاد الوسط الكراج اون فاس ليك بيان قاد دابا الرويد تخي بيان. يلا دخل دابا وبقى اون فاس مع الوسط ديال الكراج. براف. هنا تتبدا المرحله الثانيه العمليه الاولى. خرج تيخرج حتى تبان العمود الثالث ولا الحرف. تسنى راه جايه السياره ولا العمود الثالث يبان في البار بريز. يلا خرج. بهذا الشكل هذا. هنا كما قلت لكم الاتجاه المعاكس، مثلا اذا كان غادي يدور الجهه ديال اليمن كيدور العكس يعني اليسار، ولا كان غادي يدور الجهه ديال اليسار كيدور اليمن. دور فاس غادي يمشيو اليمن، اذا غادي يدور العكس غادي يمشيو اليمن.
غادي نمشيو لليمن. يلا رجع ترجع حتى يقرب العمود اللوراني بهذا الشكل وكيوقف باش نعرف راسي راه غادي عندي المسافه الكافيه تيبان ليا هذا القدر هذا، يعني هذا الحد الى بان ليا هذا الحد، يعني العمود الثالث يبان ليا التحت ديالو تتكون عندي المسافه الكافيه باش ندور. يلا دور كلشي اللي عندي لهنا باش تخرج تمشي المارشاريا. اذا هذا هو الدخول الى الكراج او ستاسيونمون اون باتاي من الجهه ديال اليسر من المنظور الخارجي. الدخول الى الكراج من جهه ديال اليسر وكذلك ستاسيونمون اون باتاي من المنظور الداخلي. الناس المتدربين كما قلت لكم هذوك الطبعي يكونوا مقادين معكم وكتشدوا العبار على حسب المنطقة، كيل تيدير العمود وكيل تيعتمد على جهة واحدة. واحد الروبير غادي نوريه لكم. اذا كنشد غادي ندور الجهة ديال اليسر يعني الكراج وكنشد اقصى اليمين، قد ما شديت اقصى اليمين قد ما تيكون الولوج الكراج سهل. اذا كنمشي السير البطيء الممل فاش نخرج من الدوميتور. كما قلت لكم في حالة الا كانت السيارة بالخصوص النساء تتهرب لهم من الاحسن تيدير بوز، يعني كيدير واحد الوقفة خفيفة وكيعاود الاقلاع، يعني اقلاع من جديد وكيمشي بالسير البطيء الممل باش يتحكم في السيارة. هنا طبعي يكون اونفاس كنمشي بهذه الطريقة هذه في هذه اللحظة هذه تنقرب وكنشوف هذا العبار اللي قلت لكم ديال العمود. يكون يتقاد مع المرايا يتقاد مع المرايا بهذا الشكل. كنوقف باش تنعرف راسي راه وقفت مزيان وغادي ندخل مزيان. كنشوف الروبير اللي قلت لكم يعني الوسط ديال الباب يتقاد مع العمود او الحرف ديال الكراج ولا القنت يتقاد بهذا الشكل هذا. هنا تنعرف راسي غادي ندخل مزيان. اش تيبقى ليا؟ تيبقى ليا ندور الفولو الجهه ديال اليسر. كندور كلشي الجهه ديال اليسر كندير السينيال وكندخل بالسير البطيء الممل. كنشوف هنا الوسط ديال الكراج ما نشتتش البصر ديالي والمتدربين كيشوفوا الوسط ديال يعني العمود كيتقاد معايا بهذا الشكل يبان اون فاس ليا. هنا كنوقف وكندور نقدر الري كندور الدوره الاولى ونتبعها الثانيه وكندخل كما قلت لكم السير البطيء الممل وكنشوف هذاك العمود، يعني المتدربين كيشوفوا العمود والمبتدئين تيشوفوا الحيط، يعني القدر ديال حتى ل 70 سنتيم ما بين في الوسط ديال العمود، يعني من الارضيه حتى الوسط ديال العمود هذاك هو الحد ديالي فين غادي نوقف. يعني الى دخلت اكثر غادي نهدد العمود والناس المبتدئين غادي يضربوا الحائط. اذا في هذه اللحظه كندخل بالسير البطيء الممل مع الاحتياط لا نطيح العمود ولا لا ندخل في الحائط، تندخل بالسير البطيء الممل حتى يغبال لي داك القدر ديال 70 سنتيم ما بين الوسط ديال العمود والارضيه وكنوقف بهذا الشكل. الى زدت اكثر راه غادي نهدد العمود يعني غادي يطيح او غادي ندخل في الحيط. اذا هذا هو القدر اللي غادي ندخل ليه. فاش كنبغي نخرج كذلك كندير مارش اريير وكنخرج بالسير البطيء الممل
كما قلت لكم الناس المتدربين كيشوفوا العمود الثالث، تيحسب العمود الاول لا، العمود الثاني الثالث وتوقف. الناس المبتدئين اللي عندهم السيارات ديالهم تيدخلوا الكراج كيشوفوا الاخر ديال الباب، يعني الحرف الاخير ديال الباب. يبان العمود اللي فيه كما قلت لكم الرقم 3 بهذا الشكل. هو غادي يبان القدام وكان وقف هنا. الناس تيتلفوا ما تعرفوش فين غادي يدوروا. مثلا بغيت ندور اليسر، يعني غادي نمشي الاتجاه ديال اليسر، غادي ندور العكس كما قلت لكم دائما الاتجاه المعاكس. شوفوا فين غادي ندور، غادي نمشي اليسر غادي ندور العكس، غندور الجهه ديال اليمين وكنرجع وكنشوف ورايا هذوك الاعمده اللي تيكونوا اللور. كنرجع بالسير البطيء المميل حتى نقرب العمود وكان وقف باش نعرف راسي راه كاينه المسافه الكافيه باش ندور. هذاك العمود الثالث تيبان ليا لتحت ديالو، يعني النصف التحتاني كيبان، وكندور كلشي الجهه ديال اليسار كندوز فيتاس برومي وكنمشي للمارش اريير. إذن هذا هو الدخول الى الكراج وستاسيونو اون باتاي من جهه ديال اليسار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.